معنا من تل أبيب مراسل العربي أحمد دراوشي. أحمد، أهلا بك. وسط كل هذه التطورات الميدانية، من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الحربي الليلة في تل أبيب لبحث مسألة استمرار الحرب واقتراح مصري لصفقة رهائن. ما الذي نعرفه عن التوجه في هاتين المسألتين؟ بالفعل وعد، وأشير لك بداية إلى هذا الخبر العاجل، هو أن صافرات الإنذار تدوي في الغلاف الشمالي الآن في منطقة نتيفها عسراء التي تقع إلى الشمال من قطاع غزة، بعد دقائق من دوي صافرات الإنذار في الغلاف الشرقي في منطقة رعيم من قطاع غزة. هذا يشير إلى أن محاور القتال داخل قطاع غزة أيضا نشطة، لأن صافرات الإنذار عندما تدوي في منطقة واحدة فقط هذه تكون إشارة إلى إطلاق صواريخ قصيرة بقذائف هاون عارة تطلق من مديات قصيرة، وهذه إشارة إلى أن المقاتلين الفلسطينيين لا زالوا ينشطون حتى في المواقع التي يتقدم فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي. نتيفها عسراء تقع قبالة شمالي قطاع غزة، وهي من المناطق الأولى التي توغل لاجتياح الاحتلال الإسرائيلي فيها. كذلك المنطقة الأخرى وهي منطقة رعيم تقع في الغلاف الشرقي الجنوبي في قطاع غزة، وقوات الاحتلال الإسرائيلي تقريبا تسيطر على تلك المناطق التي تقع إلى الشرق من خان يونس، لكن ذلك لم يوقف الرشقات الصاروخية، بالتالي لا عودة قريبة للنازحين الإسرائيليين إلى تلك المناطق.